أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: عندما تصيبني مصيبة أدخل مع نفسي في صراع، فساعة أحمد الله عز وجل على ما قضى وقدر، وساعة أتمنى عدم حصولها وأتحسر على وقوعها، ولكني لا أظهر الجزع أمام الآخرين، فهل يكون لي الأجر على هذه المصيبة؟ بلا شك أن الإنسان أنه يحزن ويبكي ويتأثر عند المصيبة، هذا لا يضر، إنما الذي يضر الجزع والنياحة ولطم الخدود وشق الجيوب، دعوة الجاهلية، هذا هو الذي يضر. أما ما يجده الإنسان من التألم ومن الحزن ومن البكاء، هذا كله لا يلام عليه الإنسان. نعم.